وزير الخارجية في أديس أبابا اليوم للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية. الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من المباحثات اليمنية حول اتفاق الأسرى. بابا الفاتيكان يختتم زيارته للإمارات العربية المتحدة بعد ترأسه لقداس في مدينة زايد الرياضية. الحادية عشرة صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة اليوم للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي. أضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري سوف يترأس وفد مصر خلال اجتماعات اللجان الوزارية للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن شكري سيعقد مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تعويض شاغلي المناطق العشوائية غير الآمنة وإزالة المناطق التي يتم إخلاؤها. وخلال اجتماعه مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية خالد صديق، كلف رئيس الوزراء بسرعة البدء في إعادة سكان منطقة روضة السيدة حاليا لتسلم وحداتهم الجديدة المؤففة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تسكين مشروعي المحروسة وأهالينا وضرورة ضغط البرنامج الزمني للتسكين. أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين سيجتمعون اليوم في العاصمة الأردنية عمان ضمن جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى. قال البيان الأممي إن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث سيشارك في هذه الاجتماعات. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الأسلحة قصيرة المدى، وذلك بنشر منظومات للدفاع الجوي في اليابان. لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تصمم على زعزعة منظومة الأمن الدولية وصولا إلى عالم أحادي القطب. وصفت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان ظروف العمل الأجانب للعاملين في قطر، لا سيما بالمنشآت الرياضية التي ستستضيف مونديال 2022، بأنها لا تزال صعبة وقاسية. قالت المنظمة في تقرير لها إن قطر تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي واسع النطاق لآلاف العمال الأجانب قبل انطلاق مونديال 2022. غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الإمارات العربية المتحدة بعد ترأسه لأول قداس له في منطقة الخليج العربي، وذلك في استاد مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي. شارك في القداس أكثر من 135 ألف شخص بحضور وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك. موجز الأنباء انتهى. للمزيد من الأخبار تابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.